حسك بالدنيا هو اسم الأغنية الجديدة للفرقة الموسيقية تلات إخوات محمد وحور وماسا، واللي عم يستمتعوا بتصوير أول فيديو كليب لهم بعد نجاحهم الكبير على السوشيال ميديا، ويلي أكيد قبلناهم ليحكولنا أكتر عن الكواليس. لا طبعاً كواليس زي الأمر. الأغنية بقى يعني هي أغنية مختلفة عن كل الأغاني اللي اتعملت، لأن احنا بنسمع بقى أغاني الأب دايماً بيروحوا للمنطقة الحزيني. الأغنية دي بالذات معمولة بشكل مختلف يعني، وإحنا بنغنيها أصلاً بنغنيها من قلبنا. أغنية مقسومية لطيفة كده عاملينها لبابا. وبما انه هالغنية عم يهدوها لوالدهم يلي بيعتبر الداعم الاول لهم، فكان من الطبيعي ان يشاركهم في الكليب، خصوصا بعد ظهوره معهم في بعض الفيديوهات على السوشيال ميديا. ومن النهاردة هدلعني هخرج معايا ومتعني، ومن النهاردة هدلعني هخرج معايا ومتعني، وان طلبت ان اتكلم هتكلم وانا اسمعني، ومن النهاردة هو بابا كان عايز يجيب اصلا ممثل يجي معانا يمثل ان هو بابانا، بس احنا قلنا له ليه يا بابا، طب ما انت بابا مش هنحتاج نمثل يعني، المشاعر هتطلع صادقه جدا. ماما برضو ظاهره معانا في شطات في الكليب، طبعا مش هينفع، فين دور الام في اغنيه الاب. فكره ان انا ابقى موجود معاهم اصلا في الفيديو، يعني يمكن كان في حوار بيني وبينهم احنا مين اللي هيعمل دور الاب، فهم اصروا الثلاثه على ان انت يعني بما ان الناس بدات تشوفك في الفيديوهات معانا في الاول وبدات معانا، فما ينفعش حد غيرك يبقى موجود، فكنت بقترح عليهم طب اجيب لكم يعني نتكلم مع حد من الفنانين الجمال مثلا، بس هم لقيت الولاد بيقولوا لي لا يعني خلي الناس تصدق، نحط سبوت على دور الاب ازاي مجهوده مع اولاده. بجد احنا بنحبك وبنعشقك انت وماما. بحبك جدا يا بابا انت وماما، وربنا يخليكم لينا. قليل قوي لما نلاقي هبهات كتير زي بابا داعمين لموهبتنا وداعمين كل وقتهم لينا، وبجد يعني ربنا يخليهم لينا. الكيمستري بيناتهم هي اكتر شيء مميز، وطريقتهم المختلفه سبب نجاحهم، ولكن هل ممكن ان يفترقوا؟ ممكن يحصل لو نزلنا ألبوم، مش هنتفرق طبعا ان شاء الله، يعني رب دايما في ظهر بعض، بس ممكن لو احنا عاملين ألبوم ممكن واحد ينزل أغنية سينجل مثلا محمد هو اللي بيغني السولو احنا معاه برضو هنرشق له في الأغنية. حلمنا طبعا ان احنا ما نفرقش وما نسيبش بعض ونفضل في ظهر بعض ونسيب رسالة في الفن ان احنا ناس كويسة، رسالة جميلة. اسم تيم بتاع ثلاثة اخواتي اتحفر زي ما في 4M وفي فرق كتير قوي حفرت اساميها، حلمنا ان احنا نحفر اسمنا مش بس في مصر، في الوطن العربي وكمان في العالم. الناس اللي بتحبنا تخش تدعي لنا تقول لنا ربنا يخليكم لبعض وما يفرقكم ابدا، وما شايفين القوة هنا. السعادة دي الروح الحلوة دي زي ما انطردتنا ربنا يرضي. التقينا كمان بالمخرج مصطفى عطا ليحكي لنا اكتر عن كواليس التعاون الاول بيناتهم. تامر كلمني عايز يصور فيديو كليب، فلما قال لي ثلاثه اخوات انا بيك فان ليهم اصلا يعني، فلما سمعت الفيديو كليب قلت له انا عايز اعمل الفيديو كليب ده، وقعدت افكر في فكره ان الاب، لان احنا حقنا مهدور كرجاله، قلت الفيديو كليب يكون من وجهه نظر الاب مش من وجهه نظر الاولاد. تامر ومحمد وحور وماسا هم ناس شبهنا، ناس بسطاء مش متكبرين، ناس عايزة تكون حاجة، ناس حابة شغلها، ناس حابة اللي بتعمله، التفاصيل اللي ما بينهم. فأنا مش هقدر أتكلم عن ليه فان ليهم، لأن فكرة إن هم بيلعبوا بالكوبايات بيعملوا توافق ذهني عضلي في نفس الوقت دي حاجة صعبة جدا. يمكن وإحنا في المعهد يعني كنت في معهد سينما، وإحنا في معهد سينما لما اتدربنا على الموضوع ده قلت لا انا اسقط احسن يعني. انا مش هقعد لسه ادرب نفسي على الحاجات دي، فهم عملوا حاجه انا من وجهه نظري مختلفه. طب يلا مع السلامه وشوفي حد غيري. نجاح ثلاث اخوات في الغناء لم يقدر ان ينسيهم شغفهم بالتمثيل. انا اصلا في معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج، وماسا في الكونسرفاتوار وحور في الكونسرفاتوار، كلنا في اكاديميه الفنون. فاحنا اصلا من زمان بنمثل مسرح، يعني خشبه المسرح كانت هوايتنا المفضله زمان قوي، فبنحب قوي التمثيل يعني، وعندنا طاقه لده. اصلا نفسنا نعمل حاجه ميوزيكال تامر حسني مع دنيا سمير غانم. ايوه. وعن جديدهم الفتره القادمه احنا في ان شاء الله فيلم اسمه لف وارجع تاني،
ده فيلم بطولة شيري عادل وأيتن عامر وأحمد فتحي والفنان صلاح عبد الله. الفيلم ده إن شاء الله إحنا اللي عاملين الأغنية الرسمية بتاعت الفيلم ده.